رح نعرف العنف المرأة، رح نحكي على تفاصيل مهمة بالموضوع هو العامل المجتمعي، تشمل تدني مستوى التعليم، تفشي الجهل. على قمنا اليوم ندوة تحت عنوان محاربة العنف ضد المرأة. طبعا هي الندوة تجي ضمن سلسلة ندوات كل العالم بتصير لما ب 2008 اطلقت الأمم المتحدة شعار لا مناهضة العنف ضد المرأة، اللي كانت هي فعالية 16 يوم بتبلش من 25 تشرين ل 10 كانون الأول. طبعا حتكون هي 16 يوم مركز منها فيها على محاربة العنف ضد النساء بكل أنحاء العالم. حتى هون عندنا بالمجتمع يعني واحدة ما كانت معززة تطلب الطلاق، بس بيكونوا ولادها صغار، ولادك صغار حترميهم بين يروحوا بين رجلين حضيهم ولادك، أو اعتداء الأب على الأم بأي شكل من الأشكال إلى جانب اضطرابات الشخصية.